إذا اتضحت هذه المقدمة يتضح للإخوة أن الشيء إذا لم تكن له ماهية فليس له مادة. لماذا؟ باعتبار أن الماهية مركبة من الجنس والفاصل، والجنس والفاصل يؤخذان من المادة والصورة الخارجية مع اختلاف الاعتبار، لا بشرط وبشرط لا. فإذا لم يكن للشيء ماهية فلا جنس ولا فصل له، وإذا لم يكن له جنس ولا فصل فلا مادة ولا صورة خارجية له. إذا ثبت أن النفس مجردة عن الماهية، وكل مجرد عن الماهية كبرى القياس، وكل مجرد عن الماهية يعني عن الجنس والفصل، فهو مجرد ماذا؟ عن المادة بالأولوية القطعية، فالنفس ماذا؟ مجردة عن المادة. إذن كبرى